ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا مين؟ انت قاعد بتعمل ايه هنا؟ مين حضرتك يا حلوه؟ مين حضرتي؟ ليه يا اخويا؟ فقدت الذاكره ولا ايه؟ انا صاحبه الدكان ده. كان بح اشتريته خلاص. هو مين ده اللي اشتريته؟ تجننت ولا ايه؟ ما تقعد عمك وتتكلم عادل. بص يا حلوه، ده توكيل رسمي من اختك نوجه، اشتريت منها ربع المحل، اساليها. طيب سمير، سمير ايه اللي انت اشتريت منه الدكان؟ سمير ده بيشتغل عندنا، انا صاحبه الدكان. الورقه دي يا حبيبي تبلها وتشرب ميتها. مش هبلها واشرب ميتها، انا هشتري المحل كله والتمن اللي انت عايزاه هديهولك واريحك. انا بقى ما ببيعش ورثي. ما يخصنيش، انا اشتريته وخلاص. يا عم يا عم، هتعمل ايه بربع الدكان؟ هفرش فيه حته كده صغيره واحط الشيشه والشاي واتمزج. يا معلم فرغالي عيب، احنا جيران. شوف انت دفعت كام لسمير وانا هديهم لك، ويا ضربة دخلك شر. انت مش واخده بالك يا حلوه، اختك اللي جنبك دي متفقه مع سمير على بيع المحل ويتقاسموا سوا. اساليها.